عنده صافي هجوز انت. بسم الله بسم الله توكلنا على الله. توكل على الله سي خليل، بسم الله توكل على الله. يا بسم الله كما تشاهدوا معنا وللاسف متتبعينا، الحياه فعلا مهدره بهذه العباره. في الوقت الانسان ملي تيكون بصحته وبسلامته تيكون يعني في الوقت الانسان يعني ما تيكونش تيظن بانه في واحد اليوم هذه توقع عليه الواقعه وهذه تحول حياته كلها هي يعني راسا على عقب. وللاسف هذا هو حالنا حنا المغاربه، فمن تتغيب طبيعه الحال تغيب التامين، تغيب بزاف ديال الشروط، وتتبقى يعني ما تبقاش يعني الحياه لها شي طعم من غير انه الانسان يبقى بصحيحته. اليوم بطبيعه الحال اطلق الطوشطو، اليوم بطبيعه الحال اليوم احنا مع السي خليفه اللي يعني تنعرفوا بان الصحه فوق رؤوس اي انسان، يعني اللي عنده صحته يحمد الله ويشكره في هذه الظروف هذه. في الوقت فاش كنخرج السي خليفه باش انه عفوا في الوقت اللي كنخرج السي خليفه باش على انه باش يمشي يخدم على وليداته ويخدم على رزق وليداته ويجيب هذيك طفله الخبز حلال لهم. تغيرت حياته كلها بسبب واحد الحادثه سير اللي باقي تتبعها في المحاكم، ما نصفطوش يعني لا لا يعني ما نصفوش القضاء كي تيقول بلسانه. تضرت معاه يعني الزوجه انها تخرج تخدم والوليدات انه يضيع لهم المسار الدراسي ديالهم، لانه القدر هو هذا. الله ينجينا ونجيكم من كل باس، الله ينجينا ونجيكم من كل افه تقدر انه يعني تضيع لك حياتك. وتنعرفوا بانه الناس في واحد اللحظه تجيهم امراض مزمنه، تيوقعوا لهم حوادث السير بحال السي خليفه، تيوقعوا له شي امور تتغير له حياته وتيكون يعني لما كان يمكن نقولوا بانه يقين في الله بطبيعه الحال لا رد لقضاء الله. ولكن فعلا في هذا الوقت ديال الزمن ديال كورونا وهذه الظروف المعيشيه الصعيبه يعني تصعب على الانسان انه يعني يعيش مع هذه الظروف هذه. تفضل السي خليفه مرحبا بك معنا، شد هذا الميكروفون الله يجزيك بخير، قربوا لك قربوا لك الله يخليك. بك تعاود لنا السي خليفه كيفاش وقعت لك الواقعه، مرحبا بك تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ماشي ترجم. كنت كيوقع لي الحادثه كنت في العمل، كنت خدمت وتميت جاي من العمل ديالي، جاي شد لي من ديالي فوق امزمز هذيك ازكور، واحد البلاصه كيقولوها ازكور جماعه ازكور. جاي طالع في حالاتي مول الكاميون ديال القماسه مهود خاوي، وبعد كيكونوا الكاميونات كيكونوا خاوي كيكونوا غاديين بواحد السرعه باش يبني البارشو لقدام. ترميت انا، تهرست من رجلي بجوج ثلاثه الهرسات، الموتور دخل تحت الكاميو، تهزيت بلابيلونس، جاو داروا الكوستا جدرميه، ولدي مشى عند جدرميه قالوا ليه باك راه غادي نصيبوا ليه ورقاته بان راه مول راه مول. تفضل سي خليفه تفضل. فعلا دفعوا لي الورقات، صايبوا لي الجدرميه كينتصل بهم، باقي عندي الرقم ديال الجدرميه اللي دار لي الكوستا. دفعت للمحامي، كنسول المحامي قلت لي اندراي واش فوتيف ديالي انا ولا شنو؟ قال لي كودي ورقه مزيانين الفوتيف ديال مول الكاميو، كون مرتاح هاني. بقات الايام كنتصل به اليوم غدا اليوم غدا، واحد النهار قلت لي اندراي انت باغي ندوز الخبره، قال لي غادي دوز الخبره نهار 15 شهر جوج. انا عيطت لي نهار 14 قال لك لا حقا حتى نهار 15 في شهر 3، عيطت لي نهار 14 في شهر 3 قال لك لا حتى نهار 14 في شهر 15 في شهر 4، عاودت عيطت لي نهار 14 هو يجي هذا المرض هذا تلغى داك الشيء. بقيت كنعاني بقيت كنعاني، ولادي خرجوا من المدرسه بسببي انا، مرتي خرجت التمارة عند العيالات كتضرب الصابون، انا كنعاني. دابا نعيش المعيشه ما كاملاش فيها، اقسم لك بالله وبغيتي تمشي عند مولاي الحوانت لا مليون و40 اللي كيتسالني مول الحانوت واحد، ولا بغيتو تمشيو عند الحاجه واحده المدرسه هنا في ادرار ويقول لي الله يمسخك ويجبد لك الكتاب ديالي، ونديك عند واحد تا هو هنا في زكريا كيتسالني تقريبا كدا و 60000 ريال، واحد تقريبا 20 هكاك. هادي انا عايش، ودابا غير هاد العيد الكبير هذا
سلبتها السلف الورق ديال السلف هاهم هاهم ها الامانه باش زيت العيد الكبير باش عيدت انا لولادي صافي عانيت ماشي ما عانيت عانيت واحد المعاناه اللي ما كيتصورك وما نبغيهاش لخويا المسلم بقيت هكاك المحامي بقيت كنحكر عليه نحكر عليه واحد النهار قال لي خرجت لك 8 ونص 8 قلت لي الله يسخر ها الورق عندي قلت لي الله يسخر قال لي المهم غادي نعطيك واحد الورقه لكن تي مزروب بفلوسك نعطيك واحد الورقه باش تمشي للدار البيضاء تيري فلوسك قلت لي الله يسخر واحد النهار هو عيط لي قال لك لا بقات لك 3 ونص و 14 ريال قلت لي ها هي بغيتي نفكر الكريدي ديالي شويه عيط لي قال لك لا راه استنفت لاسورانس على 3.5 ونص كيفاش وبغيت نسول هاد الخبير اللي عطاني 30% على 3 الهرسات في جوج رجلين وانا عاز وراه شفتو الحاله فين كنقعد المرحله الكرسي كلشي شفتوه كيفاش 30% مستحيل 3 الهرسات في رجلين 30% وقال لي هو سير عنده غادي ندور معاه نعطيه كنعطيه حقه باش يصايب لك العز ديالك مزيان بعد مشيت عنده عطاني 30% بعد سولت قال لي المحامي ما عطاه والو وهذيك ديال الطبيب اللي معاه قالت لي ما عطاه والو وهذيك اللي مع المحامي قالت لي ما عطاه والو هذا هو اللي جعلو يعطيك 30% وانت ما تستاهلش 30% قال لي على الاقل خاصو يعطيك 60% لحقاش 3 الهرسات 2 هرسات في الركبه وفي الخد وانا دابا ما بقاش عندي الطاقه باش نخدم وانا هاني كنعاني وانا كنطلب غير من القضاء يشوف من حقي ومن اللي هو مسؤول على هاد الحوادث يشوف من الحال ديالي انا يسرعوه يعطوني رزقي باش نفك عليا الكريدي ونعيش مع ولادي مرتاح. نعم انتم شفتوا الحاله ديالي فاش عايش انا ما شاء الله. يعني كيفاش تشوف حياتك السي خليفه؟ حياتي جحيم ولات جحيم ولات جحيم ما تعرف ما ندير انا كنقعد بعض المرات هنا عند الطلحير كنسعى اي كنطلب اي من دخل لولادي ما بقى عنديش من ندير لحقاش الصحة مجات 3 الهرسات في رجلينا ماشي سهلة ولد بلادي يلا كنت انا خدام بخير على خير كنت فريور حداد معلم فريور وربما يشاهدوني الاخوة اللي كيعرفوني وهو غادي يعرفوني اشنو كنت كندير في المهنة ديالي كنت فريور كنخدم وكنشد خدامي بوحدي وبعد كنقول لك قال لك جيب لي شهادة العمل قلت له انا كنخدم ديالي بوحدي منين بغيت نجيب لك انا شهادة العمل كيفاش انا عز ما بقاش عندي سميتو راه بلا ما نجيب لك شهادة العمل هاي كتشوف الحال ديالي كيفاش نجيب لك انا شهادة العمل يعني تهلكتي بهادشي ديال الاجراءات تهلكت بزاف تهلكت بزاف والمحامي عطل عليا كلشي المحامي حتى هو ما عاونيش ما عاونيش بصراحه ما عاونيش كيبقى يديني في اليوم غدا باغا يدوز اليوم غدا اليوم غدا بقى عليا اليوم غدا اليوم غدا دابا بعد عطاني هذاك قال لك استالفات عطاني رقم 3000 قال لك حتى شهر 11 واش نبقى نعاني انا حتى شهر 11 بنادم غادي يدير كيما واحد تا كيشد تا كيموت عاد كيجي التقاعد ها هي ديالي انا تا كيموت بنادم عاد بغات تخرج لي هاد الجريالات وناكلوا رزق عباد الله مولاي الحوانت كي غندير لا مع الله ولا مع عبدو ها المراه ديالي انتم كتشوفوا ما كايناش ما كايناش هدت بنتها غير باش تعاونها عند شي مره بغات تبل لها شي زرابي ولا داكشي ولدي هو ضرب مشى للموقف تاعي هو جا نعس ما جاب لي الله والو هو جا نعس كنت كنتمنى لهم يقراو ويرجعوا لي انا داكشي اللي درت ضربت معاهم وكافحت معاهم يقراو في الاخر هما قعدوا لي الارض عانوا من جيتي انا تهرست ليهم وقعدت ليهم بين يديهم وكنطلب الله يشوف من الحل وصل يعني يخرجوا للزمان باش يعاونوك باش بالنسبه للولد والبنت راه عاد كديها امها باش تعاونها في عند العيالات كي غادي ندير كاين شي حل ما بان لي حتى شي حل واحد النهار تظن بان حياتك هكا لا ما عمر الانسان يظن حياته غادي تولي هكا في النهايه ولكن كلشي كيعلم به الله سبحانه وتعالى وداكشي القدر القدر من عند الله ما عندنا ما نقولو داكشي الامر ديال الله ما عندناش ما نقول الامر ديال الله الامر ديال الله هاي صوب الله الكريم
الله خير. وشكرا. مرحبا سي خليفه، مرحبا، الله يصوب لك سي خليفه. اجي بعدا يشوفوا هذه الحاله، الحاله اللي تتعيشها بعدا مع المرحاض، يعني الطوالت اعزكم الله سيدنا. من خلال هذا المباشر، هذا هو الحاله ديال سي خليفه، يعني تشوفوا هذا هو الحقيقه، وهذا العجز اللي تعيش سي خليفه الله يحسن العوان في الظروف، في الوقت اللي كان كما تيقول خدام حداد، يعني تيصور فلوس، تيصور فلوس، غير بشويه عليك، بشويه عليك سي خليفه، عافاك الله يخليك. في الوقت اللي كان خدام بخير وعلى خير تيصور الفلوس، كان تيتمنى واحد يعني واحد الوليد، واحد البنيه عنده، انهم يقراو ويخلفوا لي هذا الشيء، كاع داك الشيء الجهد اللي ضرب في الحياه ديالو باش انه يخلفوا ليهم، ولكن لله ما عطى ولله ما اخذ. كتب عليه الله هذيك الحادثه في هذاك النهار في جامعه ازقر اللي دائره ام زميز، وكتب ليه انه يعيش هاد يعني هذه المعاناه وهذا العذاب مع هذا العجز هذا، يعني ثلاثه الهلسه تفرجني ما ساهلينش، يعني ما سمحوليش انه لا يخرج خدمه، لا يلقى مكان فين يشتغل. تنعرفوا بانه الناس صحاح بصحتهم وبسلامتهم وما لقاوش الخدمه، فبالاحرى السي خليفه اللي يعني تنشوفوا بانه رجل وحده ما تقدرش يتمشى بها، الله يحسن العوان، يعني الظروف يعني صعيبه. هذه عوجه ما شاء الله، خرجت لي العمليه عوجه، لا معك حتى ما تحرك ما شاء الله، لا معك حتى ما نتحرك ما شاء الله، يعني مفيكسي يا رجل، مفيكسي يا رجل، الله يصوب من عنده، يصوب من يصوب الله السي خليفه. يعني هذا هو الحال ديال الحياه، وهذا يعني في الوقت السي خليفه اللي كان تيمشي يعرق ويتكرفص ويضرب الكيلومترات باش يجيب طرفه الخبز لهاد الوليدات، ويوقف معاهم في الزمان ويوفر لهم الظروف باش انه يكملوا قرايتهم، ويفرح مرته كل عشيه يجي يدخل على يعني تجي تلقاه مطيبه ليه يعني ما ياكل، ومصبنا ليه حوايجه، ويعني مقابلاه في يعني في حالته، ولات الزوجه ديالو هي اللي خصها تخرج عند الناس الديور، هي وبنته، باش انهم يديروا الميناج، ولا الولد ديالو يعني خصو كل صباح يخرج للموقف واش يلقى شي فرصه ديال الخدمه ولا ما يلقاهاش، لدرجه انه ما حملش راسو السي خليفه، ولا مسكين حتى هو تيخرج للزنقه باش يطلب طاعه الله، يعني يمدي للناس نتاع الجود وديال الخير. هذا هو حالنا، وهذا هو حال المسكين، هذا هو حال اي انسان اللي ملي تتقلب عليه الدنيا ما تتبقاش ظروفه كما هي. على العموم تنتمنى من خلال المباشر الله يخليكم قلوبكم، ويجيكم بطبيعه الحال الايدي ديالكم ديال الخير ان تمد وتساعد هذه الاسره هذه قدر الامكان. يعني تسمعوا بان عنده كريديات عند مول الحانوت، صديق حتى هو تيتسلم كريدي 140 الف ريال، صديق 60 الف ريال، يعني عاد انه واش يعني دخل قرعه في يعني في احد الشركات ديال الكريدي باش انه يخل باش يبدا يعطي هذا الشيء ديال الكريديات. فالله يحسن العوان لكل واحد في هذه البلاد هذه. ولكن الحمد لله تعرفوا انه التكافل الاجتماعي، تعرفوا انه المغاربه في الوقيته ديال الصعيبه، الوقيته ديال الحزه، تيكونوا تيبانوا الناس اللي فيهم الخير، الناس اللي يديهم عمره بالخير، واللي فيهم قلوبهم يعني ديما تتمد بالخير. شكرا لكم، راه الرقم متوفر من خلال المباشر، شكرا لكم وتحياتي لكم متابعينا خلال هذا المباشر.